ورحمة الله وبركاته للبيع شقة في منطقة يمرة، شقة داخل مجمع سكني متكاملة الخدمات، وإحنا الآن في الدور العاشر. في مصعدين زي ما أنتم شايفين، كل دور فيه 4 شقق. شقة رقم 38، مساحتها 160 متر مربع، عبارة عن 3 غرف وصالة. هذا المدخل، على يميننا مباشرة الانترفون طبعا بالكاميرا، هذا عداد الكهرباء. وعندنا هنا دورة المياه الأولى، الشقة جديدة صفر لم تستخدم بعد، تشطيب جميل جدا، مدخل واسع وشرح. عندنا هنا الممر، ديكورات السقف. عندنا هنا مكان للغسالة، غسالة الملابس. ومباشرة عندنا الصالون، مساحة جيدة، لها اطلالة جميلة على الطبيعة على البحر. طبعا زي ما انتم شايفين هذه اطلالة الطبيعة من الصالة، ما شاء الله تبارك الله، تحتها الوادي، وهنا عندنا اطلالة البحر. عندنا البلكونة الاولى، هذه البلكونة مشتركة بين الصالة والمطبخ، مساحة جميلة. طبعا الشقة داخل مجمع سكني متكامل زي ما انتم شايفين، هذه الإطلالة على البحر. هذه البلكونة طبعا حراسة أمنية في المجمع، كاميرات مراقبة، مواقف سيارات، ملعب كرة قدم، ألعاب أطفال، جلسات عائلية قريبة من الماركت والمواصلات والمسجد. عندنا هنا المطبخ، نجهز الدواليب فيها. هنا دورة المياه الرئيسية، عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية، مساحة جيدة، نظام التدفئة فيها مركزية، فيها دورة مياه زي ما انتم شايفين، مغسلة، المروش. عندنا هنا الغرفة الثانية، هذه الغرفة الثالثة ولها بلكونة جانبية، هذه بلكونتها، ما شاء الله مساحة كبيرة وشرحة، أيضا لها إطلالة على الطبيعة. زي ما انتم شايفين عندنا جلسات عائلية، ألعاب أطفال، مواقف سيارات. ونجمع قريب من جواهر مول، تبعد عن جواهر مول 300 متر فقط. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.